زي ما تابعنا قبل الفاصل محمية وادي دجلة بالمعادي وشفنا التغيرات المناخية اللي حصلت وخلت المكان زي ما تابعتوه. تعالوا نروح دلوقتي مع حضراتكم لمحمية أخرى ووادي آخر على بعد 150 كيلومتر تحديدا من محافظة القاهرة وهو وادي الحيتان. هنا بنتكلم على موقع بيعد أحد أهم مواقع التراث الطبيعية في العالم للحفريات، مكان هنتابع فيه ونعرف تفاصيل ازاي ده اصبح يعني زي ما بيقولوا كده مسرح مفتوح او غابه مفتوحه لهياكل حيتان، هياكل ديناصورات وايضا حفريات كتيره كانت موجوده بتدل ان المكان ده ما كانش في الاساس صحراء زي ما احنا شايفينه دلوقتي، وان هنا كان في محيطات وكان في بحار موجوده في المكان ده، لكن التغيرات المناخيه القت بظلالها على المكان اللي عمره بيرجع لاكثر من 40 سنه. تعالوا نتابع هذا 40 مليون سنه عفوا، تعالوا نتابع هذا التقرير. قبل ملايين السنين كان هذا الوادي تحت سطح البحر، وادي الحيتان الواقع في محمية وادي الريان في صحراء مصر الغربية بمحافظة الفيوم، شاهد على الكثير من الحفريات التي تروي تاريخ العديد من الكائنات البحرية. يقول علماء الجيولوجيا إن الماضي مفتاح الحاضر، وعشان ندرس التغيرات المناخية القديمة كان لازم نيجي هنا منطقة وادي الحيتان في الفيوم عشان نتعرف على أبرز التغيرات المناخية اللي حصلت على مدار 40 مليون سنة. هنا عاش من 40 مليون سنة حيتان وكائنات بحرية كتيرة شاهدة على هذه التغيرات المناخية. وادي الحيتان، منطقة وادي الحيتان وما حولها هي عبارة عن منطقة في منخفض الفيوم اللي يعتبر حفرة في القشرة الأرضية حافظت لنا تاريخ لم يشهده البشر، يعني فترة حوالي 15 مليون سنة بعد انقراض الديناصورات. خلال الفترة دي ان هي 15 مليون سنة في سجل الأحفوري شهدت الأرض تغيرات مناخية عديدة، ومن أهمها التغير المناخي اللي أدى إلى احترار الجو أو الاحتباس الحراري القديم اللي أدى إلى ذواب القطب الشمالي والجنوبي وغرقان سواحل القارات، لدرجة أن مصر كانت عبارة عن قاع محيط من حوالي 40 مليون سنة. ليتغير المناخ بعدها إلى يعني الجو يبدأ يبرد ويتكون جبال من التلج كبيرة جدا في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. لكن لو رجعنا قبل كده في الاحتباس الحراري القديم كانت مصر عبارة عن قاع محيط عاش فيها أسلاف الحيتان اللي عايشة النهاردة، لدرجة إن سجلنا في وادي الحيتان أحد أهم الحفريات اللي بتعتبر طفرة في علم الحفريات، وهي الحلقة الوسيطة بين الحيتان اللي بتمشي على الأرض التوتال يابسة يعني والحفريات اللي بتعيش كاملة في الماء، ودي من ضمن الحاجات اللي سجلناها في أوائل السنة الماضية هي حفرية فيوم سيتاس أنوبس، وهو الحوت البرمائي اللي عاش في منطقة الفيوم من حوالي 43 مليون سنة. وتدرج بينا الأمر بعد ذلك لطبقات أحدث في العمر اللي نشهد طفرة كبيرة جدا في تطور الحيتان بسبب التغيرات المناخية، من كائن بر مائي إلى كائن مائي، يعني نقل حياته كلها في المية، ودي من أقدم الحفريات اللي موجودة في تاريخ علم الحفريات لحوت بيعيش كاملة في الماء، هو حوت الباسيلي سورس أيزيس اللي موجود هنا في وادي الحيتان. ترجع أهمية الوادي إلى العثور على هياكل عظمية كاملة للحيتان في صحراء الوادي، مما يؤكد أن المنطقة في هذا التاريخ كانت جزءاً من محيط يحتوي على الكثير من الأحياء المائية. منطقة وادي الحيتان كانت قاع محيط، دي أي حد يشوفها، مش العلماء وبس، يعني إحنا لو مشينا دلوقتي في وادي الحيتان وحرفياً
أخذنا غرفة من الرمال وبصينا فيها هنلاقيها كلها حفريات لكائنات بحرية من أصداف وقواقع وأسنان أسماك قرش، ويمكن تلاقي بعض الهياكل زي ما موجودة في وادي الحيتان، آلاف الهياكل من الحيتان اللي كانت عايشة فيها في ذلك الوقت. يوجد هنا متحف مفتوح به الكثير من الحفريات البحرية المتنوعة وهياكل الحيتان يعود عمرها لملايين السنين. من أهم الأماكن اللي موجودة في وادي الحيتان هو متحف التغير المناخي اللي أسسه العالم المصري الكبير الدكتور محمد سامح في وزارة البيئة، واللي جمع فيه حفريات من جميع مناطق الفيوم المختلفة اللي شهدت الاحتباس الحراري والبرودة العالمية اللي حصلت بعد الاحتباس الحراري، وسجل التغير المناخي واضح. يعني أي حد هيجي في وادي الحيتان لازم يبص على متحف وادي الحيتان للتغير المناخي ويشوف بعينه التغير المناخي لكائنات كانت بتعيش في البحر وفجأة بقت مصر عبارة عن غابة استوائية مطيرة يسكنها كل ما هو يسكن الغابة الآن من تماسيح وتعابين وقردة وفيلة، كل حاجة موجودة في هذا المتحف رغم صغر حجمه، لكن إن هو بلفة واحدة فيه تقدر تعيش 15 مليون سنة من التاريخ الطبيعي في نقطة واحدة. هيئة اليونسكو اختارت منطقة وادي الحيتان كأفضل منطقة للتراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان في سنة 2005، وعلى هذا تم تصنيف المنطقة كتراث عالمي. وادي الحيتان يعتبر من أهم المناطق السياحية في العالم كله، وده مش بشهادة العلماء فقط لكن بشهادة اليونسكو، لأنه يعتبر من أعظم الأماكن اللي فيها تراث طبيعي محفوظ بشكل كبير ويدار أيضاً بشكل حرفي تبع الكريتيريا العالمية. ويعتبر وادي الحيتان مش بس يعني مكان فيه بعض حفريات لأسلاف الحيتان اللي كانت عايشة من الزمن السحيق، لكن أيضاً بتبقى مزار سياحي لطلاب اللي بيحبوا يتفرجوا على السماء بالليل ويدرسوا النجوم، أيضاً بتبقى يعني انفصالك عن الحضارة وانفصالك عن المودرن لايف يعني بره، تيجي هنا في وادي الحيتان تستمتع بالطبيعة وتحس ان في انسجام كبير جدا جدا بينك وبين الطبيعة، مش بس عن طريق انك انت بتاخد علم، ايضا بتشوف مناظر ساحرة جيولوجية ساحرة مختلفة. وما زال وادي الحيتان هو صندوق العجائب الذي ربما تكشف الأيام الكثير من كنوزه وخباياه. أحمد الحسيني، صباح الخير يا مصر.